واحنا بنستقبل ولا تتمس في يوم الارض ولا تتمس في يوم الارض فرد الموت الموت لنا فرد لو هنقص عن مرقبين ينفر قبل اليوم الدين بالعين بالعين حنوم في الوعد لو هنعيش هنعيش إخواني الأعزاء أعضاء المنظمات الثورية أبناء شعب كربستان العظيم بمناسبة اختيار الأخ أبو خالد زعيما وقائدا عاما لقوات الثورة في كربستان يسعدني أن أقدمه لكم هو وباقي قادة المنظمات وسوف يلقي عليكم الأخ أبو خالد البيان الأول للثورة لو سمحتم نفديك يا أبو خالد لو سمحتم أولا أنا أشكركم على الاستقبال الحار ده ثانيا أنا لي طلب صغير من فضلكم تلغوا الهتاف ده من قاموسكم خالص بلاش حكاية بالروح والدم دي لأنه بقى شعار سخيف وسيء السمعة الروح دي ملك لخالقها ومش من حق أي حد إنه يتبرع بيها لأي شخص تاني مهما كان هذا الشخص فالأشخاص زائلون والوطن هو الباقي بعد الله سبحانه وتعالى طبعا فأرجوكم انسوا هذا الهتاف الرديء في هذا الزمن الرديء الذي ترتع فيه قوى البغي والطغيان في كل أرجاء العالم
ودلوقتي اسمحوا لي أن أقرأ عليكم البيان الأول لقواتنا الثورية. تعلن القيادة الثورية لشعب كربستان العظيم البيان التالي: مادة 1، إعلان انطلاق الثورة المسلحة من الآن واستمرارها حتى إسقاط نظام الحكم العسكري الفاسد بقيادته الفاسدة العميلة. مادة 2، إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أبرمت أو سوف تبرم في غيبة شعب كربستان وممثليه الشرعيين مع كافة الدول والكيانات الاستعمارية، وخصوصا الاتفاقية المزمع عقدها مع مؤسسة الـAWC. مادة 3، تتعهد القيادة العامة للقوات الثورية ولجنتها المركزية بحماية أرواح كل الأجانب المقيمين على أرض كربستان طالما هم ملتزمون بقوانينها ولا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد. مادة 4، أي اعتداء على أرواح أو ممتلكات مواطني كربستان العزل الأبرياء سوف يقابل بمنتهى الحزم والشدة، فدماء شعب كربستان خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها، ايه رأيك في البيان يا سيد فرانك؟ قوي وخطير ويخوف. يخوف؟ تخوف مين مستر فرانك؟ كل الأطراف يا دكتور، كل الأطراف، سواء هنا في القصر الجمهوري والحكومة والجيش، سواء برا في مكاتب الـAWC والدول اللي بتسندها. احنا ما بنخافش من حد يا مستر عرفان المر، قائد منظمة الفود السوداء، مش كده؟ اهلا مستر عامر، صح؟ ايوه. شرف لي انا اقابل حضرتك، انا كنت عايز اشوفك من زمان واعمل معاك حديث، لكن الدكتور حكيم قال لي انك تعبان شوية. عموما الحمد لله على السلامة وملحوقة. دكتور حكيم قال لي اني حاض معاكم وازوركم في المنظمة. ان شاء الله ان شاء الله مستر فرانك. وحتقدر تزيع البيان ده امتى؟ انا هروح دلوقتي واعمل له منتج على الكمبيوتر، بعدين هبعته بالانترنت على الوكالة، وهي بقى هتتولى توزيعه على باقي القنوات. بس اعمل حسابك، شباب المقاطعة عاملين حفلة كبيرة لقادة المنظمات وأعضائها بمناسبة نجاح المؤتمر، وانت بقى مدعو بصفتك ضيف مش مراسل، وياريت بقى تجيب المصور المتختخ اللي معاك ده. Thank you.
البنت اللي انا هتجوزها. هت ايه؟ ايه يا حورية؟ دي البنت اللي انا هتجوزها. يعني ايه؟ ليه؟ انت في رحلة؟ جاي تحب وتتجوز؟ انت جاي تحضر للثورة يا استاذ. ايه يا حورية؟ هو الصوار متحرم عليهم ان هم يحبوا يتجوزوا ولا ايه؟ ايوة. وبعدين انت لسه صغير على الكلام الفاضي ده. شنطوري. ايوة حورية. تاخد ابو العلا واوعى يخيب عن عينك لحظة واحدة. حورية انا مش عيل صغير عشان تعمليني زي الاطفال كده. انت هتفضل عيل صغير لغاية لما تشيخ. اتفضل قدامي. يلا يا شنطوري. تعالى يلا. مالك يا حورية؟ مالي؟ مش شايف؟ فاكر نفسه هيكبر عليا؟ ما هو فعلا كبر وبقى. يا حورية المفروض ان انت اللي تدوري له على عروسه. نعم يا سي جلال انا عصاك انت كمان. يا جماعة يلا عشان نجهز للحفلة. يلا يلا يلا. جبت لك لقمة تاكلها. قلت لك عايز قهوة وبس. القهوة بعد الأكل. بعدين يا كارلو مش عايز اكل دلوقتي. بعد كده مش هتلاقي اكل تاكله. هي نص ساعة واخلص. براحتك. بس الراجل قال كلام جامد قوي في البيان بتاعه النهاردة. المهم يكون قد الكلام ده ومرجعوش يختلفوا مع بعض من تاني زي كل مرة. ايوه ده ذاكر الـ AWC بالاس. ما بينه وبينك هي اللي ورا البلاوي السودا اللي بتحصل دي. ايوه بس كون ان هو يذكرها بالاسم ويهدد بإلغاء الاتفاقية ده معناها حرب صريحة عليها وعلى الدول اللي وراها. بيني وبينك بعد البيان ده ما يتذاع اللعبة هيبقى خشن قوي وعلى المكشوف. عارف يا فرانك انا اليومين دول بحلم احلام مزعجة قوي. بتحلم بايه؟ بحلم بمعتقل جواتينامو. هي الحياة شكلها عاملة ايه هناك يا فرانك؟ ما تفولش علينا يا كارلو. ابوس ايدك ما تفولش علينا. ايوه ما حضرتك من اللي انت بتعمله ده شكلك لازم توصلنا لغاية هناك. من عارف مش يمكن لما نروح المعتقل ناخد جايزة بوليتزر؟ البوليتزر؟ هو ممكن حضرتك تاخد جايزة البوليتزر لكن انا احتمال اخد خازوق. ممكن بقى تسكت وتسيبنا الشغل؟ ممكن؟ يا عم حكيم كويس كده؟ والله شكلك زعيم فعلا. زعيم ايه بس يا عم حكيم؟ ما خلاص اللعبة كلها هتخلص بكرة ان شاء الله وارجع بلدي. لا مش بالسرعة دي، احنا لسه قدامنا يومين تلاتة على ما ندبر لك وسيلة نهربك بيها برا البلد. عربية وطيارة وسفينة وهليكوبتر ورصاص وكلام من ده. انا قلت لك طريقنا صعب. حضرتك حورية؟ وحش؟ لا لا حلو حلو قوي قوي قوي. سيبكوا بقى من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، الناس مستنيينا. استنى بس انت الاول يا عم حكيم. الله. طب انا هستناكوا برا. يلا يا عامر هسيب الحلاوه دي كلها عشان اجي ازقك انت. يلا يلا. كارلو ارحم نفسك، انت كده بتدخل ده عشر طبق تاكله. يا عم زيادة الخير عشرة. وبعدين لذيذ قوي الاكل الكربستاني ده، لذيذ يا عالم. لما نروح جوانتانامو هنعمل ايه؟ ها ارجو تكونوا مستمتعين بالحفلة. جدا جدا لذيذ قوي الاكل الكربستاني ده، حقيقي لذيذ. ها يا سيد فرانك عملت ايه؟ كله تمام يا ابو خالد. بكرة الصبح البيان هيتزاع في كل محطات العالم. بارك الله فيك يا بارك الله فيك. عن إذنكم.
حلوه قوي البتاع ده. ده عصير توت. ده توت؟ المقاطعه مشهوره بيه هنا قوي. ده المشروب الشعبي بتاعنا. المقاطعة عندنا مشهورة بحاجات كتير، خصوصا بحيراتها ومناظرها الطبيعية الجميلة. فعلا المقاطعة هنا تعتبر من أجمل مناطق كردستان. يا خسارة، ما كانش عندي وقت عشان أزور أي حاجة. يا سلام، أدي إحنا فيها. الوفود كلها مسافرة بكرة الصبح، وأنا الصبح عندي اجتماع مع الدكتور حكيم. إيه رأيكم لو تأجلوا سفرك يوم ونقضي اليوم ده سوا، نعمل جولة سياحية في المقاطعة؟ يا ريت، ده لو الدكتور حكيم والتانيين وافق. والله بعد تعب اليومين اللي فاتوا أنا ما عنديش مانع، وهي فرصة نسعد الذكريات الجميلة أنا وأبو خالد. خلاص يبقى اتفقنا، غسان هيعدي عليكم بكرة الصبح بدري، وأنا والدكتور حكيم هنحصلكم ونقضي اليوم كله مع بعض. على فكرة عامر، أنا كنت متصور إنك هتختار عرفان بصفته يعني شاب صغير زيك وصديقك. أنا عملت اللي يملي عليا ضميري يا أبو خالد. وأنا شاكر ليك ولضميرك. أبو العيلة، منظمة النسر الأحمر. أنت مع القائد عامر؟ أهلا يا ابني، أي خدمة؟ الحقيقة أنا يشرفني نرقص مع بنت حضرتك ده بعد إذنك طبعا. أهلا وسهلا، تفضل. شكرا يا عم. طيب عن إذنكم. تفضل. والله وهتوحشنا يا عامر لما تمشي. انتوا اكتر اجلجل. احنا هنوحشك ليه؟ وانت هتسيبنا وتروح فين يا زعيم؟ ما هو عامر لازم يكمل علاجه يا سالم. ايوه صحتي تعبانه ومحتاج علاج، ويمكن فتره طويله كمان. علاج ايه ده اللي هياخد مده طويله؟ ما انت كويس اهو وصحتك زي البومبا يا زعيم. ما يغركش المنظر، الصحه بايظه بايظه خالص. امتى؟ المفروض بكرة، بس يمكن نأجل يوم او يومين. هاي ايه هو اللي هاي؟ اصلا انا استأذنت ابو دار ان ازورهم بكرة. تزورهم؟ تزورهم بأمارة ايه؟ عشان اطلب ايديها. انت فتحته في حاجة؟ ما رايح لهم بكرة عشان كده، وانا متأكد ان انت لو كلمتيهم في الموضوع ده هم هيوافقوا، ويا ريت بقى يجي معنا الدكتور حكيم. انت مش طبيعي، انت اكيد مجنون. انا فعلا يا حورية مجنون بيها، وهي كمان مجنونة بيا عشان خاطر يا حورية. هي ما عندهاش مانع انها تيجي تعيش معانا في المعسكر عشان خاطر يا حورية. انا مش هقدر اعيش من غيرها عشان خاطري. خلاص طيب، مش وقت الكلام في الموضوع ده، نتكلم فيه بعدين. فاجئتني قوي النهارده يا عامر، ما كنتش متوقع ان الضربه اللي هتجيلي من ورا هتكون منك انت بالذات يا صاحبي. انا عملت اللي فيه مصلحه البلد مش مصلحه الصحوبيه او الصداقه. مظبوط، مصلحه البلد فوق كل اعتبار. يعني انت موافق اللي عملته؟ لا طبعا انا مش موافق، بس اللي حصل حصل خلاص، مش بايدينا نغيره. كل اللي بتمناه انك ما تكونش ارتكبت غلطة، لانها هتبقى غلطة كبيرة قوي يا صاحبي. عامر تعال ارقص معايا. ايه؟ تعال ارقص معايا. انا اذنك صح.
كويس انك انقذتني منه. انا لقيتك مزنوق قلت لي هنقذك. جيتي فوق. مش ملاحظ ان هما قربوا من بعض قوي؟ ملاحظ. الحكايه دي مش قلقاك يا حكيم؟ كل حال هما خلاص، هو خلص مهمته وكلها يومين وياخد بقيه فلوس ويرجع لوطنه. بصراحه بقى دكتور حكيم الواحد اتعود عليه قوي، مش عارف اكيد غيابه هيأثر فينا كلنا. هي كده الدنيا يا جلال. انا عايزك اول ما ترجع المعسكر تدبر له وسيله مواصلات عشان يرجع بيها بلده. انت مش موافقه ليه؟ على ايه؟ على ان ابو العيله يتجوز البنت اللي بيرقص معاها دي. هو لحق يقولك؟ هي بتحبه وهو بيحبها. دي عيله، دي ما عملتش 17 18 سنه. وابو العيله راجل عجوز، ده شاب صغير. انت مش فاهم، ده عايز يجيبها معاه المعسكر وتعيش عندنا. المعسكر مليان ناس متجوزه ومعاهم ولادهم كمان. ايوه بس هو اكيد ابوها مش هيوافق. ليه مش هيوافق؟ عامل الموضوع مش بالبساطة دي. الموضوع أسهل من كده بكتير بقى، إيه رأيك؟ أيوة بس. بس إيه؟ ده أخويا الصغير وأنا ما عنديش حد في الدنيا غيره. هو ده اللي مخوف، إنه يبعد عنك ويستقل بحياته. مفيش في الكون أجمل من الحب. ياكل لوحده يزور يا صاحبي. اسمح لي. انا شايفك منسجمه قوي مع عامر، مع ان دي مش عادتي. ده انتوا من ساعه ما بديتوا ترقصوا ما بطلتوش كلام، يا ترى كنتوا بتقولوا ايه؟ فكرتوني بيا انا وانتي ايام زمان. فاكره ايام زمان يا حريه قلبي؟ كده ما خلصينا صح. حسان ما قالكش هيفوت علينا بكرة الساعة كام؟ الساعة 7 كده هيوصلني المكتب أبو خالد ويرجع لكم، وأنا أبو خالد هنبقى محصاكم على الظهرية كده عشان نلحق نقابل بالمرة قريب البنت اللي أخوك عايز يخطبها. هو قالك أنت كمان يا دكتور حكيم؟ أيوة، ما هو الظاهر إن أخوك قال للناس كلها حرية. وأنتوا كمان مش كده؟ أخوك ده ما يتبلش في بقه فولة. يلا يا حرية أنت ونبوي سبقونا على الشاليه، وأنا وهاشم وجلال هنخلص شوية شغل كده ونحصلكم. يلا تصبحوا على خير. وانتم من أهل. أبو العيلة اتجنن، ده قال لكل الناس. الحب عامل زي ضوء الشمس، صعب تخبيه. تصبح على خير. وانت من أهل. ايه مش هتدخل؟ أيوة. مش تدخل الأول؟ لا، ما أنا هدخل من البلكونة. خلاص أوصلك. تفضل تفضل. تصبح على خير. وانت من أهل على فكرة. كنت عايزة تقول ايه؟ لا قول انت الأول. ما يصحش، انت اللي لازم تقولي الاول. لا من فضلك لازم انت تقولي الاول. طيب انا كنت عايز اقول يعني انك بترقصي كويس قوي. انت بقى كنت عايزه تقولي ايه؟ وانت كمان ترقص حلو. ما هو لازم، ما هو الممثل لازم يعرف يرقص برضه.
بس انا كنت فاكره انك ما بتمثلش، ولا انت كنت بتمثل؟ تصبح على خير. غبي، انا غبي غبي. هي كانت قدامك اهي. لا لا يا غبي يا غبي. الحب عامل زي ضوء الشمس، صعب تخبيه. مفيش في الكون اجمل من الحب. عارفين؟ عارفان. ايه في ايه؟ هنفضل واقفين هنا بنتكلم؟ لا، الدنيا بالليل متأخر والناس متأخر. ايه وناس ايه؟ مالك يا حورية؟ كل ما حاول اكلمك بتتهربي مني. دايما في عذر، دايما في مشكلة. ليه؟ طب انت عايز ايه؟ انا عايز اسألك، انت ناوي على ايه؟ مش فاهم. لا انت فهماني كويس، كويس قوي. انا حابب افكرك بحاجة انت عارفاها كويس. عامر لحب ولا بيحب ولا هيحب حد تاني غير نادي الله يرحمه. الكلام ده انا عارفة كويس اوي. امال ايه اللي كنت بتعمليه في الحفلة النهاردة؟ انت جاي تكلمني في الموضوع ده دلوقتي؟ لا، انا جاي افكرك ان احنا بكرة الصبح مسافرين، وقبل ما نسافر انا عايز اعرف ردك. ردي على ايه؟ على العرض اللي عرضته عليكي زمان واحنا لسه طلبة في الجامعة. انا عايز اتجوزك يا حورية، عايزك تبقي مراتي. افتكر ان انا رديت عليك قبل كده. الظروف كانت مختلفة. النهاردة كل حاجة اتغيرت، احنا خلاص توحدنا، مبقاش في بينا خلافات. يعني ما عدلكيش حجة انك تبعدي. انت ليه بتتصرف كده؟ ليه متصور ان اي حاجة في الدنيا لازم تمشي في الطيار بتاعك وزي ما انت عايز؟ ليه متخيل انك مركز الكون؟ ياه، انت شايلة مني قوي. انا مش شايلة منك، لانك مش في دايرة اهتماماتي اصلا. اعرف ليه؟ يا ريت تعرفيني. لانك دايما بتبصيني نفس النظرة، على اني جسد انثى فاتحة لك دراعتها عشان تترمي في حضنك وقت ما انت تحب. اي ست في الدنيا تتمنى الراجل اللي يحسسها انها انثى قبل ما تبقى انثى. يا بني ادمة محتاجة حد يحسسها انها بني ادمة مش مجرد جسد. هو ده اللي انت عمرك ما فهمته، ما فهمتوش زمان ومش هتفهمه دلوقتي. انت عارف انت مشكلتك ايه؟ عارفين ان في عينك نفس النظرة بتاعت زمان اللي بتختصر الكون في كلمة واحدة بس، هي سرير. افتكر ان الاوان انك تواجهي نفسك ومشاكلك، تواجهي العقدة اللي جواكي. عارفين انت معقدة يا حورية. عارفين الوقت بيمر والزمن بيجري وانت مش حاسة. بكرة هيسرقك وانت مش حاسة. كفاية، انسي بقى اللي حصل لك وانت صغيرة وعيشي حياتك، وإلا هتفضلي طول عمرك وحيدة وهتموتي وانت وحيدة. امشي اطلع برا برا.
حورية؟ أول الأوتوبيس ما يوصل تدي التذكرتين دول للسواق. الأوتوبيس هوصلكم لحد أربية. الورقة دي فيها عنوان خالتك. أول ما يوصل الأوتوبيس إن شاء الله تسألي عن عنوانها وتروحي لها طوالي على طول على خالتك. وإنتي؟ مالكيش دعوة بيا. لو حد سألك عن عمك درديري قول ان انا اللي قتلته عشان كان بيضربني ويشتمني وياخد فلوسي. عرفت لو حد سألك هتقولي ايه؟ ان انت اللي قتلتيه لانه كان بيضربك ويشتمك وبياخد فلوسك. حرية حرية خد الفلوس دي خليها معاكي اكيد هتحتاجي لها. خلي بالك من اخوك كويس قوي حطيه جوه عينيكي. انت دلوقتي اخته الكبيرة يعني المفروض تكون امه واخته كل حاجه بالنسبه لي. ده ابويا فين يما؟ ابويا الحقيقي. يلا يا حوريه الاوتوبيس مش هيستنى يا حبيبتي. امال السيد سالم فين؟ نايم، الظاهر نام متاخر امبارح. انا لحد ما نمت ما كانش لسه رجع. طب يلا بينا. مالك يا حورية؟ مليش، أصلي امبارح ما نمتش كويس. في حاجة مضايقاكي؟ أخوكي والبنت اللي بيحبها؟ طب أنا قلت حاجة غلط امبارح؟ عملت حاجة غلط؟ على فكرة شباب أنا دلوقتي هاخدكم على أجمل وأحلى مكان في المقاطعة كلها. والله العظيم أنا كان نفسي أتفرج على المقاطعة دي كلها. لازم بقى تاخد منحة تفرغ وتستنى معانا هنا فترة طويلة قوي قوي يا ابو العلا. من عارف يا اخي غسان ممكن يحصل. جلال جلال يا هاشم مفيش حد منهم هنا. ايه هما كلهم راحوا يفطروا ولا ايه؟ السيد غسان فات عليهم وخرجوا كلهم. ما تعرفش راحوا فين؟ لا لا ما اعرفش. يا سالم
ودوا الحاجات وانا هوصلكم. امرك يا زعيم. صباح خير يا سيد عرفان. هم سابوك لوحدك ومشيوا؟ هم ما سابونيش ولا حاجه، انا يظهر راحت عليا نوم شويه يعني. لو كانوا عايزينك معاهم كانوا صحوك. لا ما هم كانوا عايزيني بس طلع النهارده اجازه. انت في اجازه من اول ما وصلت هنا. انا مش فاهم هم جابوك معاهم ليه اساسا، وانت مستحمل الوضع ده ازاي؟ ايدك، هات ايدك. دي نمرة تليفوني، لو احتجت اي حاجة كلمني، وانت عارف مكاني كويس. ها؟ سلام. سلام. تعلن القيادة الثورية لشعب كربستان العظيم البيان التالي. مادة 1، إعلان انطلاق الثورة المسلحة من الآن واستمرارها حتى إسقاط نظام الحكم العسكري الفاسد بقيادته الفاسدة العميلة. عزيز اطلب لي آدم سميث على التليفون وتعال فورا. مادة 2، إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أبرمت أو سوف تبرم في غيبة شعب كربستان وممثليه الشرعيين مع كافة الدول والكيانات الاستعمارية وخصوصا الاتفاقية المزمع عقدها مع مؤسسة الـ. أيوة سير. حاول هون. مستر عزيز، أنا رباح. رباح الحديدي يا آدم. أهلا يا جنرال. شفت اللي بيسحب في التلفزيون؟ شفت الراجل المجنون ده بيقول إيه؟ طب إهدى يا جنرال، إهدى. أنا أصلي كنت متوقع حاجة زي كده من بدري قوي. قلت لك نهداها على دماغهم، قلت لي نستنى شوية. عاجبك كده؟ هم اعلنوا الثورة المسلحة وكله من تحت راسك يا ادم. اهدى يا جنرال بس، كل حاجة وليها حل. انا جاي لسعادتك حالا. ما تأخرش عليا يا ادم. عزيز امر سعادتك، اطلب له رشدي ومدير المكتب التاني وكل قادة الجيش يقولي على القصر فورا. لو سمحت يا اخ، هو مفيش فطار ولا ايه؟ الكل مشي والمطبخ قفل. الكل مشي. متشكر جدا. على فكرة بلدكو دي حلوة قوي. هي صحيح برد شوية لكن حلوة. وانتو ناس جمال، يا ريت الواحد كان يقدر يعيش هنا يفضل معاكو على طول. طب وانت ايه اللي منعك؟ مصر وحشتني. بس انت قلتلي قبل كده ان حياتك في مصر كانت صعبة. ايوة بس مهما كانت صعب فدي بلدي، ومهما رحت ولا لفيت ولا جيت هتفضل جوا قلبي ولازم ارجع لها. ايه بقى؟ انت هتقضيها قاعد كده ولا ايه؟ يلا قوم العب معانا شويه. طب والشاي؟ حريه تكملهولك. ماشي يا جلجل. يلا خلص. طيب. عن اذنك.